ايه من المشاهد اللي انتوا كل واحد فيها فيكم بيقول انا مبسوط ان انا عملت المشهد ده، انا مبسوط ان الناس اتفرجت عليا في المشهد ده؟ لقاء مشاهد كتير قوي يعني مش قادرة افتكر مشهد معين من كترهم. يعني مشهد دي مع والدتي، المواجهة دي كان مشهد صعب جدا جدا، انك بتواجهي امك بتقول لها انت عملتي فيها كذا وكذا، انت بتحبيها وبتحترميها وفي نفس الوقت هي السبب في المشاكل اللي عندك. مشهدي مع عمروسي اللي انا بقول له فيه ان انا هسيبه وانا بحبه، فكانت الفكرة انه انا بحبه ومش عايزة اسيبه وفي نفس الوقت لازم اسيبه علشان بحبه، فالاتنين عكس بعض. مشهدي مع نفسي وانا صغيرة في المراية، كل المشاهد مع نفسي مع البنوتة الصغيرة كلها كانت صعبة بالنسبة لي. ما قدرتش ولا هقدر استنى كام ساعة كمان لغاية ما ترجعي، ولا هفضل ساكتة تاني. لبست وقلت هنزل ادور عليكي في كل مكان ممكن الاقيكي فيه. انتي ليه بتعملي كده؟ ليه بتقسي على نفسك للدرجة دي؟ ليه؟ انتي كده بتحكمي على نفسك بالاعدام. انتي عارفة أنا بيجرالي إيه في كل لحظة بشوفك فيها كده؟ لا أنا ولا أخوكي نستحق منك القسوة دي كلها، لا. خلصتي؟ أيوة، ونفسي أسمعك، نفسي تقولي أي حاجة، أي حاجة. أنا ساكتة وشايلة من زمان قوي، مش عايزة أتكلم عشان ما أوجعكيش. حكم الإعدام اللي أنتي بتتكلمي عنه دي أول واحدة حكمتي بيها عليا يا أمي، هو من زمان قوي. أنا يا قمر؟ أيوة أنتي يا أمي. لما ما قبلتنيش زي ما أنا، لما كل ما بتبصيلي كنت بشوف في عينك قد إيه أنا وحشة، لما كنت بتخبيني في التجمعات، لما كنت كل يوم تسألي ربنا هو ليه خلقني كده، كنتي بتطلب من بابا ان هو يعمل لي العمليه تنجح عشان انتي مش طايقه تشوفيني كده، لما اختك كل يوم كانت بتجيب لي عريس كل يوم اللي عمره 80 سنه ولا عايز يتجوز علشان خايف لما يموت عياله ما يبقوش جنبه، ولا عايز يخلف وعايز واحده تخلف له وبعدين يرميها، ولما كنت بقول لا كانت خالتي بتقولي احمدي ربنا هو انتي هتلاقي حد يسال فيكي، وانتي كنتي بتسكتي ما ترديش عليها يا امي. ايه بصيلي كده ليه؟ انا مش زيك، عمري ما هكون. خدت حقي منهم عادي، هم خربوا حياتي. حصل لهم ايه؟ ولا حاجه. خربوا حياتي وما حصلش حاجه. كنت عايزاني اعمل ايه؟ كنت عايزاني ابقى زيك، اسيب حقي، سامح وعدي وأكبر؟ لا أنا مش كده، أنا مش هتكسر تاني، أنا مش هتوجع تاني، وهوجع كل واحد وجعني وخلى اللي على وشي أفتح من اللي جوه في قلبي. أنا بكرهك، بكرهك، أنا بكرهك. الخميسي يعني ممتلئة كده بالدور اللي عملته بالأداء بتاعها. أنا أبص الدموع مش عارفة بتعيطي على مين بالظبط. لا حلاوة الشخصية، الشخصية بني آدمة قوي، يعني على قد ما هي كانت كويسة وكانت مستحملة اللي حواليها، في لحظة يعني ضغطوا عليها لدرجة إنها ابتدت تكره نفسها، واول ما كرهت نفسها كرهت الناس اللي حواليها وبدات تشر، ويعني تفاصيل كلها انسانيه كده مكلكعه كده. فاحنا ساعات كتير قوي برضو بيتضغط علينا وبنبقى احنا مش احنا، ما بنبقاش قابلين ده وبنعاني بعد كده من ده، بس هو المهم ان احنا نفوق في لحظه، نفوق.